أعزائي الطلبة والطالبات، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم مدرسة على الهواء لطلاب الثانوية العامة في مادة الأحياء. طبعا لازم في بداية الحلقة أعتذر بالنيابة عن أستاذنا العظيم الأستاذ حسن، ما قدرش يكون متواجد معانا النهاردة لظروف خارجة عن إرادته، إن شاء الله مش هيحرمنا من تواجده معانا في الحلقات القادمة. حلقة النهاردة حلقة استكمالية لما كنا قد بدأناه في الحلقات السابقة. المفروض ان احنا تناولنا فصل التكاثر في الكائنات الحية، واتكلمنا عن التكاثر اللاجنسي، وقارنت بينه وبين التكاثر الجنسي، عرفت ايه اللي بيميز التكاثر اللاجنسي وايه اللي بيميز التكاثر الجنسي. عرفنا صور التكاثر اللاجنسي وصور التكاثر الجنسي. نخلي بالنا من نقط مهمة جدا لما اجي اعمل وجه مقارنة. طبيعي لما اجي اتكلم عن جزئنا النهاردة او درسنا النهاردة وهو تعاقب الاجيال، لازم هتكلم عن النوعين من التكاثر، لان تعاقب الاجيال الكائن ده هيقوم بالتكاثرين. فبسرعة كده مع بعض نحاول نقارن بين التكاثر اللاجنسي والتكاثر الجنسي. طبعا هقول النقط الرئيسية عشان نتذكر مع بعض اللي تناولناه. خليك بالك او خليك متذكر ان التكاثر اللاجنسي بيعتمد على الانقسام الميتوزي، بيؤدي الى الثبات الوراثي، لان الافراد الناتجه من التكاثر اللاجنسي بتحمل نسخه وراثيه مطابقه تماما للفرد الاصلي او الفرد الابوي، لانها طبعا نشات من انقسام ميتوزي، فما فيش هنا عندي تباين وراثي، بل ده فيه ثبات في المحتوى الصبغي او ثبات وراثي، وده يعتبر مشكلة بالنسبة له. ليه؟ لأن الأفراد الناتجة من التكاثر اللاجنسي لن تستطيع مواجهة أي ظروف أو أي تغيرات بيئية، الذي لا ينجح فيه الآباء لن ينجح فيه الأبناء. بينما في التكاثر الجنسي كان أهم ميزة له إنه في تنوع في المحتوى الصبغي، أصل في فردين بيكونوا لي الجنين أو الفرد الناتج ده، ده بخلاف كمان إنه بيعتمد على الانقسام الميوزي، وإحنا عارفين كويس ان في الانقسام الميوزي في مرحلة بتسمى التصالب والعبور بيعمل تبادل في انصاف الكروموسومات الداخلية، وده بيؤدي للتباين الوراثي. مجرد ان المشيج نتج من انقسام ميوزي ده هيسبب لي تنوع وراثي. برضو التكاثر اللاجنسي غير مكلف بيولوجيا، جميع الافراد تنجب، عندي غزارة في النسل، لكن في التكاثر الجنسي ده مكلف بيولوجيا، لان نصف الافراد بس وهي الاناث اللي يقتصر عليها موضوع الانجاب، علشان كده نسله بيكون محدود. اللاجنسي غير مكلف في الوقت وفي الجهد والطاقة، بينما الجنسي طبعا مكلف. خدنا صور التكاثر اللاجنسي، خدنا التبرعم، خدنا التكاثر بالجراثيم، خدنا التجدد، خدنا التوالد البكري، وده صورة خاصة من صور التكاثر اللاجنسي، وختمناه بزراعة الأنسجة ونبات الطباق الذي تم حفظه في نيتروجين سائل لوقت زراعته، وطبعا بننميه في لبن جوز الهند. طب تعالى شوف اللي احنا قلناه في الجنسي الحلقة السابقة، قلنا عندي صورتين فقط وهو الاقتران والأنشاج، وتناولنا الحلقة السابقة التكاثر بالاقتران، وعرفنا انه بيتم في بعض الكائنات مثل بعض انواع الطحالب والفطريات، وده يعتبر برضو صورة مختلفة، لان ركز في الكلام الاقتران بينشأ بين خلايا جسدية وليست امشاج، عشان كده انا قلت في تكاثر بالاقتران وفي تكاثر بالامشاج. الاقتران تم في خلايا جسدية وليست أمشاج أو ليست خلايا مشيجية، وخدنا الاقتران ده نوعين في تحلب الإسبايرو جايرا أو الريم الأخضر، لكن طبعا اسمه العلمي الإسبايرو جايرا. قلنا عندي اقتران السلمي وفي عندي اقتران جانبي. طب ما تيجي نقارن بينهم. الاقتران السلمي بيتم بين خيطين متجاورين، وطبعا الخيطين دول هيتم بين خليتين متقابلتين في الخيطين المتجاورين، بينما في الاقتران الجانبي تم بين خليتين متجاورتين. الاقتران احد الخليتين، من اسفه مش امشاك طبعا، محتوى البروتوبلازم لاحد الخليتين الى الخليه الاخرى عبر قناه اقتران، لكن حصل في السلمي ان في الجانبي طبعا ان حصل الانتقال ده عبر ثقب في الجدار الفاصل بين الاثنين. يبقى الغرض بس ايه؟ ان ده انا بحاول ان انا الكائن ده طبعا لو يتعرض لظروف غير بيئيه بيحاول ان هو يقدر يتغلب مع الظروف البيئيه دي، عاوز يحمي نفسه من الظروف البيئيه الى ان تتحسن، فبدا يعمل اقتران يا اما بين خليتين متقابلتين، ده خليتين
او ليه طحلبين متجاورين، يا اما لو افترضنا ان هو عنده فرد واحد يعني خيط طحلبي واحد يبدا يعمل اقتران جانبي. يعني ده معناه ممكن هنا يجيني سؤال يقول لي ايه، قد يحدث اقتران او قد يحدث تكاثر جنسي رغم وجود فرد واحد، هنقابله في كذا حاجة، لكن اللي احنا درسناه لغاية دلوقتي حصل في فرد واحد لما توفر عندي طحلب واحد وعاوز يحمي نفسه من الظروف البيئية الغير مناسبة بالنسبة ليه، فبدأ يعمل الاقتران الجانبي، والنهاية واحدة، الاتنين هيتكون لاقحة وهيبدأ يكون زيجو سبور او لاقحة جرثومية. ايه الفارق بين الزيجوت والزيجو سبور او اللقاحة الجرثومية؟ ايه وجه التشابه؟ ايه وجه الاختلاف؟ التشابه كلاهما ثنائي المجموعة الصبغية اصل ناتج من اتحاد خليتين، لكن الاختلاف ان الزيجوت بيكون جداره رقيق بينما الزيجو سبور بيحيط نفسه بجدار الظروف البيئية، وما يعقب ذلك هيحصل انقسام في نواة الزيجو سبور طبعا لما تتحسن الظروف، وتكون لي اربع انويه، ثلاثه تتحلل وتتبقى نواه واحده هتنقسم علشان تكون الخيط الطحلبي الجديد. الله، ده معنى كده ان حصل انقسام ميوزي في توقيت مش بتاعه، لان الانقسام الميوزي قد يسبق وقد يلي التكاثر الجنسي طبعا. ازاي؟ وده عنواننا بقى المفروض هنتكلم عنه النهارده. الانقسام الميوزي قد يسبق التكاثر الجنسي، ده في امتى او حاله ايه؟ في حاله ده انا هكون امشاج، لان انا عارفه ان المشيج احد المجموعه الصبغيه، ولكن لو كان في مثال تحلب الاسبيروجيره الوضع اختلف، ده حصل التكاثر بالفعل والكون الزيجوت بالفعل ثم انقسم ميوزي، توقيته اختلف. طب ليه؟ ليه انقسم في المرحله دي بالذات؟ علشان يعيد العدد الصبغي احاد المجموعه الصبغيه مره اخرى، ورجع تحلب الاسبيروجيره احادي المجموعه الصبغيه. وبدانا نتكلم عن الامشاج المذكره والامشاج المؤنثه كنوع من انواع التكاثر الثاني او النوع الاخر، وهو التكاثر الجنسي عن طريق الامشاج، وعرفت الفارق بين الاثنين. الامشاج بتكون كثيره في العدد، الامشاج المذكره اكيد، الامشاج المؤنثه بتكون قليله في العدد. وقلنا ان المشيج الصغير او المشيج المذكر، المشيج ده بينتج من المناسل لسه الامر. ايه هي المناسل؟ المناسل هي الاعضاء التناسليه، المناسل هي الاعضاء التناسليه، يعني العضو المسؤول عن انتاج المشيج. طب ما انا عندي مثلا في النبات في حاجه اسمها الطلع، هل هو الطلع يعتبر مناسل؟ لا، المتق هو المناسل، لان هو العضو المسؤول عن انتاج حبه اللقاح. الجهاز التناسلي الذكري، فين المناسل هنا؟ الخصيه. الجهاز التناسلي الانثوي، فين المناسل هنا؟ المبيض. كربلة الزهرة، فين المناسل هنا؟ المبيض. يبقى المناسل هي العضو المسؤول عن تكوين المشيج سواء كان مذكر أو مشيج مؤنث. يبقى ممكن أقول المناسل المتق، ممكن أقول الخصية، ممكن أقول المبيض. هتنقسم عشان تكون لي إيه؟ هتنقسم علشان تكون لي الأمشاج، أو عشان تكون لي الجميطات، أو عشان تكون لي الخلايا التناسلية بأنواعها ذكرية أو أنثوية. وصلت للأمشاج، عندي مشيج مذكر وعندي مشيج مؤنث. المشيج المذكر صغير الحجم وبينتج بأعداد كثيرة جدا، عنده وسيلة حركة. المشيج المؤنث كبير في الحجم أصله بيختزن الغذاء وبينتج بأعداد قليلة، لأن النسل هيكون هنا عندي محدود وخلية ساكنة هي غير متحركة تبقى في مكانها إلى أن يصلها المشيج المذكر بمادته الوراثية. يبقى المشيج المذكر لازم يكون صغير، لو انا بتكلم عن حيوان منوي لازم يكون مستدق، بينما المشيج المؤنث كبير الحجم بيختزن كمية كبيرة من الغذاء لان هو المسؤول عن انماء وتكوين الجنين فيما بعد. في سؤال بعض الطلبة بيسألوه، لو جه يقول لي علل بتنتج الحيوانات المنوية باعداد كبيرة، ولو جه قال لي فسر، هو في اختلاف كتير ذكرنا الفارق بين علل وبين فسر. استاذنا الاستاذ حسن كتير كان بيركز على المنطقه دي، لما اجي اتكلم عن علل يعني عايز اقول لك ليه، ازاي فسر علل يعني ليه. بمثلا علل تنتج الامشاج المذكره باعداد كثيره، لما اقول لك ليه بتنتج باعداد كثيره يبقى هقول له لان في كثير منها معرض للهلاك اثناء رحلته للمشيج المؤنث، لان لما اوصل كمان للتكاثر في الانسان هعرف ان جميعهم بيشاركوا في افراز انزيم الهيالورونيز الذي يذيب جزء من غلاف البويضه. ده لما قال لي علل.
لكن لما يقول لي فسر يعني ازاي، يبقى علل ليه فسر ازاي، كيف عمل هذا. لان كل خلية جرثومية أمية في المناسل دي أو في المتج أو في الخصية هتنقسم لتعطي 4 خلايا هتتحول إلى أمشاج، يبقى أنا عندي غزارة في الإنتاج. نفس الكلام مقابله في الأنثى. طب ليه الأنثى نسلها بيكون محدود أو النسل محدود أو بتنضج بأعداد قليلة ليه؟ لو قال لي ليه، أصلها مش معرضة للهلاك، هي خلية ساكنة. لكن خلية جرثومية أمية هتنقسم علشان تعطي 4، بس 3 هتتحلل، اللي هي هنقول عليهم الأجسام القطبية بقى، هيكون لي 3 أجسام قطبية وهيكون لي مشيج أو بويضة واحدة بس. طيب الحلقة السابقة اتكلمنا عن الجزئية دي وقلنا المقارنة دي. طبعا وظيفة المشيج المذكر انه بينقل المادة الوراثية الى المشيج المؤنث، هينقل، انقل لنقطة تانية، يبقى تلقيح. ما انا عندي خطوات همشي فيها، عرفت انواع الامشاج وقارنت بينهم، هتكلم عن التلقيح، هتكلم عن الاخصاب، عن التكوين الجنيني. طيب التلقيح، ما هو التلقيح؟ مجرد انتقال الامشاج المذكره الى مكان المشيج المؤنث، هذا تلقيح. والتلقيح قد يكون خارجي، يتم خارج جسم الانثى، وقد يكون داخلي، بيتم داخل جسم الانثى. لو كان التلقيح خارجي، ده بيحصل في الكائنات البحريه زي الاسماك العظميه زي البرمائيات، هيلقي الذكر امشاجه في الميه عشان يلقح البويضات. بينما التلقيح الداخلي لابد ان يدخل الذكر حيواناته المنويه في الانثى، يبقى بيتم في داخل جسم الانثى، وده في الكائنات طبعا اللي بتعيش على البر، مفيش وسط ينتقل خلاله المشيج. خلاص كده خلصنا التلقيح. يعقب التلقيح اخصاب طبعا، والاخصاب هو اندماج، ما نتلخبطش بين تلقيح واخصاب. الاخصاب هو الاندماج، اندماج محتويات المشيج مع نواة المشيج المؤنث لتكوين الزيجوت. وطبعا طالما حصل تلقيح خارجي يبقى ممكن يكون عند الاخصاب برضو، او اكيد الاخصاب هيكون خارجي، ولكن التلقيح لو داخلي هيكون الاخصاب داخلي، يبقى ده الاخصاب. امال ايه التكوين الجنيني؟ بعد الاخصاب هيبدا الزيجوت ينقسم ويكون جنين. هل هذا يتم في جسم الانثى ام خارجه؟ الله، ده انا عندي نوعين من انواع الكائنات. في كائنات بيوضه، الكائنات التي تبيض، مثل الزواحف، مثل الطيور، كائنات بيوضه، هنجد ان البويضات بتاعتها كبيره كثيفه المح. ليه؟ اصل المح ده الغذاء المدخر اللي هيعتمد عليه الجنين اثناء انقساماته، لانها كائنات بيوضه، كائنات بتبيض. بينما الثدييات كنوع من انواع الكائنات الولوده، هنا هنلاقي البويضات بتاعتها صغيره شحيحه المح. ليه؟ لان الجنين بيعتمد في غذائه على رحم الام وعلى المشيمه. يبقى خلي بالنا ان انا عندي تكوين جنيني خارجي وتكوين جنيني داخلي. قد يتم التلقيح والاخصاب داخلي لكنها تبيض، وقد طبعا يحصل ان التكوين الجنيني كمان يكون داخلي، ده في الثدييات. يبقى لو شفنا كده جدول مقارنه بين التكوين الجنيني الخارجي والداخلي، لمجرد المعلومه ان احنا نعرفه، التكوين الخارجي بيتم خارج جسم الانثى، والتكوين الداخلي تم داخل جسم الانثى. الغذاء المدخر، الغذاء في البويضات الكثيفة طبعا كحجمها كبير وكثيفة المح. بينما طبعا البويضات بتكون شحيحة المح في التكوين الجنين الداخلي. نشوف معانا الأول هاجر من أسيوط وبعدين نبدأ نكمل أجزائنا. أيوة يا لو هاجر. سمحت يا مس، في كام سؤال واقفين قدامي. طب إزيك يا هاجر الأول، عاملة إيه؟ الحمد لله، إزي حضرتك؟ أخبار الأحياء معاكي إيه؟ لا تمام الحمد لله. الحمد لله. بتتابعي مدرسة على الهوا على طول؟ اه طبعا. حاسة انك بتستفيدي منها يا هاجر؟ خالص يا مس طبعا. الحمد لله. بتاخدي دروس يا هاجر ولا معتمدة على مدرسة على الهوا؟ لا باخد دروس. ربنا يعينك يا حبيبتي، اتفضلي. انت قلتي عندي اسئلة. اه اتفضلي. في سؤال بيقول تظهر في البلهارسيا ظاهرة تعقب الاجيال. تظهر في البلهارسيا ظاهرة تعقب الاجيال. تمام، هتقولي اسئلتك على طول وانا اجاوب بعد كده ولا عايزه تسمعي الاجابه على طول؟ لا هقول للباقي. طب اتفضلي. وبعدين تنتج الازهار. طب مع ان لسه ما جيناش الازهار، بس قولي لو نقدر نقول. ها، تنتج الازهار عدد كبير جدا. عدد كبير جدا من حبوب اللقاح. من حبوب اللقاح. يفوق ما يستخدم. يفوق ما يستخدم.
تمام، في عملية التلقيح والإخصاب. في عملية التلقيح والإخصاب. ماشي يا هاجر، برضو ماشي يا هاجر، قول يا ماما. وجود خلايا فارغة، سؤالك التالت، وجود خلايا فارغة خلايا فارغة في خيط طحلب الإسبيروجايرا. في خيط تحلب الإسبيروجايل. خلاص كده يا حبيبي؟ طب شكرا. تمام، خليكي بقى معايا، عايزة تقفلي وتسمعي بعد كده الإجابة براحتك خالص. هاجر خلاص بتقول لنا تظهر في البلهارسيا ظاهرة تعاقب الأجيال. معلش يا هاجر، الكتاب اللي انت بتذاكري منه قديم، المنهج القديم كانوا واخدين ظاهرة أو واخدين البلهارسيا. هي طبعا في البلهارسيا بيظهر تعاقب الأجيال بس انت مش مطالبة بيها، لكن لو عايزة تعرفي الإجابة ليكي انت، لكن ده مش هيجي لأن جزء بلهارسيا مش موجود معاكي في المنهج. البلهارسيا برضو في دورة حياتها في جيلين، في جيل بيدخل طول يركي في جسم الإنسان، أو الدودة البالغة بتكون في جسم الإنسان وبيحصل جواه أو جسم الإنسان كعائل أساسي تكاثر جنسي، وبرضو اليرقات بتكون موجودة برضو في نوع من أنواع القواقع على حسب نوع البلهارسيا، في قواقع بيحصل فيها تكاثر لا جنسي. بس يا هاجر أنت مش مطالبة بده لأن البلهارسيا متشالة من عليكي، السؤال ده سؤال قديم. هاجر بتقول لنا تنتج الأزهار عدد كبير جدا من حبوب اللقاح يفوق ما يستخدم في التلقيح والإخصاب، لأن حبوب اللقاح يا هاجر ده المشيج المذكر، وإحنا اتفقنا إن المشيج المذكر بينتج بأعداد كبيرة. ليه؟ لأن في جزء كبير منه معرض للهدف. تنتقل عن طريق إيه؟ ممكن تنتقل عن طريق الرياح، ممكن عن طريق المياه لو كان ده نبات مائي، ممكن تنتقل عن طريق الحشرات زي حشرة النحل، واحنا قلنا قبل كده النحلة او شغالات النحل بيكون جسمها عليه ريش، مش ريش، حاجة زي شعر كده، والقدم بتاعتها الساق فيها حاجة تشبه السلة، ممكن تمتلئ بحبوب اللقاح. هل انا ضامنة ان كل حبة لقاح هينتجها المتك هتوصل ليه المبيض؟ لا مش ضامنة، ممكن اثناء نقله في الهواء في جزء منه يتناثر في التربة ويذبل ويموت، اثناء انتقال الحشره بيه نفس الكلام، ممكن يقع على زهره نبات من نوع اخر فمش هيحصل هنا التلقيح، او ممكن اقول هيحصل تلقيح ولكن لن يحدث اخصاب لاختلاف النوع طبعا. فلازم ينتج باعداد كبيره لان انا عارف ان في جزء كبير منه معرض للهلاك. بينما البويضات، لان كان كمالة السؤال بيقول يفوق ما العدد اللي بينتج من البويضات، طبعا البويضات خلية ساكنة في المبيض مش هتتعرض للتلف أو للهلاك، فبالتالي بتنتج بأعداد قليلة. هاجر قالت كمان وجود خلايا فارغة في خيط تحلب الإسبيروجيرا، طالما في خلايا فارغة في الإسبيروجيرا أكيد حصل إن انتقلت محتويات أحد الخلايا إلى الخلايا الأخرى، يعني أكيد حصل هنا اقتران أيا كان نوعه سلمي ولا جانبي، طالما في خلايا فارغة، موجود خلية فارغة دليل على ان انتقلت محتويات احد المجاورة او المقابلة على حسب نوع الاقتران، يبقى الطحلب ده تعرض لعملية الاقتران. نكمل، طبعا اكيد طالما تعرض للاقتران يبقى اكيد مر بظروف بيئية غير مناسبة. نكمل، كنا بنتكلم عن جدول مقارنة بين التكوين الجنين الخارجي والداخلي. الغذاء المدخر قلنا بيكون في الكائنات التي تكون جنين خارجي، يعني البيوضة البويضة كبيرة كثيفة المح، بينما في الجنين الداخلي البويضة بتكون صغيرة وشحيحة المح. حجم البويضة كبيرة وصغيرة اتفقنا، النوع يعني مين الكائنات اللي بتقوم بده، الحيوانات البيوضة والحيوانات الولودة، وفهمنا الفارق بينهم. طبعا احنا ذكرنا النقطة دي ليه؟ لان لما اجي اوصل الانسان هنيجي نتكلم عن البويضات، هقول لك ان البويضات في الانسان بتكون صغيره شحيحه المح، فلازم ابقى عارف ايه موضوع المح ده. وصلنا لظاهرتنا وهي تعاقب الاجيال، وده اللي احنا هنتكلم او هنتناوله النهارده. ايه تعاقب الاجيال؟ نقراها مع بعض وبعدين نفسرها. تعاقب الاجيال يعني بيتعاقب او بيتبادل في دوره حياه الكائن الحي ده تكاثرين او جيلين. جيل هيتكاثر جنسيا مع جيل ويمكن اكتر يتكاثر لا جنسي، يبقى بيتبادل او يتعاقب في دورة حياة الكائن جيلين. جيل يتكاثر جنسيا وجيل او اكتر يتكاثر. كفر الشيخ، مين الو معنا؟ الو يا فندم، معلش اسمك تاني عشان ما محمود المناخ يا فندم، مع حضرتك محمود المناخ. اهلا وسهلا يا محمود.
بس انا مش طالب يعني، مدرس. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. اتفضل يا استاذ محمود. اهلا بيك. لو سمحت، كان في قطعه كده في الغده الجرده نقيه، تمام؟ وبعض المدرسين او بعض يعني من اساتذتنا ما بيفسروهاش او ما لهاش تفسير يعني، او هم ما لهاش تفسير في الكتاب، اللي هي في الغده الجرده نقيه اللي هي في فصل الهرمونات. تمام. اللي احنا كنا بنقوله لما بيكون في نقص اللي هو الباراهرمون ونقص الافراز، ده بيسبب تشنجات عضليه. تمام. طب التشنجات العضليه ديت طبعا ان احنا عارفين اللي بينقل السائل العصبي، تمام، اللي هو ايون الكالسيوم. تمام. طب منين يبقى فيه ايونات كالسيوم ومنين يبقى فيه تشنجات عضليه؟ لا، هقول لحضرتك حاجه. احنا عارفين ان الكالسيوم له دورين معايا. الكالسيوم هيفجر حويصلات التشابك عشان يحرر الاسيتايلكولين، والكالسيوم هيدخل في تكوين الروابط المستعرضه. تمام. هو لما اتكلم عن المنطقه او الجار درقيه، حته المنطقه اللي حضرتك بتتكلم عنها دي، لما يحصل نقص في الكالسيوم، ده لما يحصل نقص في الكالسيوم يعني انا عندي في الهرمون هيعجبه نقص في الكالسيوم. ما هو الباراثرمون بينظم لي نسبه الكالسيوم في الجسم. الكالسيوم لو زاد يبقى الكالسيتونين هيبدا يركنه في العظام. الكالسيوم لو نقص انخفض، كده كده المفروض فيك نسبه كالسيوم طبيعي، لكن لو انخفض هيبدا الباراثرمون يحول الكالسيوم الموجود في العظام الى الدم عشان يرفع نسبه الكالسيوم في الدم. يبقى عشان كده بنقول لو زاد نسبه الباراثرمون هيعمل هشاشه في العظام، وطبعا ده زود لي نسبه الكالسيوم في الدم. لكن لو انخفض نسبة الباراثرمون يبقى نقص الكالسيوم في الدم، وده يؤدي إلى تشنجات عضلية مؤلمة. التشنجات دي قد تكون نتيجة إن الرسائل ما توصلتش بشكل جيد، قد تكون نتجت إن أنا ما عنديش، مش قادر أكون الروابط المستعرضة. التشنجات أو الجزء بتاع التشنجات ده ممكن يتفسر بأكتر من طريقة. طب ما إحنا قلنا برضو ممكن يحصل برضو نتيجة اختلالات خاطئة ترد من المخ إلى العضلة تتنافى مع الأداء الطبيعي للعضلة، هتبدأ تعمل لي الشد. التشنجات نوع من انواع الشد، ممكن يكون ناتج من اكتر من سبب، ومنهم ان ممكن ده يحصل برضو نتيجه اختلال نسبه الكالسيوم في الدم. نشكر استاذ محمود، ميرسي لذوق حضرتك، واحنا متواصلين معاكم. نكمل بقيه الكلام بتاعنا. احنا بنتكلم عن تعاقب الاجيال، قلنا بيتعاقب في دوره حياه الكائن الحي. جيل بيتكاثر جنسيا مع جيل، او اكتر بيتكاثر لا جنسي. خلي بالنا من نقطة مهمة، ان ده هيصاحبه تباين في المحتوى الاجيال دي. اصل اكيد هيتعاقب معايا، هيتوالى معايا جيل ثنائي المجموعة الصبغية، وده بيكون اتنين نون طبعا، مع جيل او اكتر احادي المجموعة الصبغية. طب ما انا عايز افهم مين الكائنات الاكثر عرضة لده وبتعمل ده ليه؟ الظاهرة بتاعت تعاقب الاجيال او تبادل الاجيال دي بتحصل في بعض انواع الكائنات زي الاوليات الحيوانيه، وزي بعض انواع النباتات، وبعض انواع الطفيليات. الكائنات الطفيليه دي بتحاول ان هي تجمع بين مميزات الاثنين. اي كائن يستطيع القيام بظاهره تعاقب الاجيال بيحاول انه يجمع بين مميزات التكاثرين. مميزات التكاثر الجنسي واللا جنسي، زي ما اكون انا بخيرك، ايه رايك؟ نعمل تباين وراثي ولا نعمل غزاره في الانتاج؟ لا، انا عايز الاثنين. انا عايز اعمل تباين وراثي وعايز اعمل غزاره في الانتاج. طب عشان تقدر تعمل الاثنين يبقى لازم في دوره حياتك هيتعاقب الجيلين. طب ما يجي سؤال يفرض نفسه، طيب يعني ده معناه ان الاسبيروجيره عندها تعاقب اجيال؟ لا طبعا، الاسبيروجيره يا اما بتتكاثر تكاثرا جنسيا في حاله ظروف البيئه غير مناسبه، يا اما هتتكاثر تكاثر لا جنسي بالتقطع في حاله الظروف المناسبه. يعني اما بتقوم بده يا اما بتقوم بده، لكن لا يتبادل، لا يتعاقب في دوره حياتها الجيلين او الطبيعتين او التكاثرين، لا طبعا. فدي نبعد عنها خالص، لان دي برضو موضع. يبقى احنا اتفقنا ان الكائنات اللي بتقوم بتعاقب الاجيال بتقدر تجمع في حياتها، في اسلوب معيشتها، في اطوار حياتها، ولما اقول اطوار يعني مراحل حياتها، بتقدر تجمع بين التكاثرين اللي هو التكاثر الجنسي واللا جنسي. طب ليه؟ اصلها عايزه تجمع بين مميزات او تجني مميزات التكاثرين ومميزات التكاثر الجنسي التباين الوراثي. عشان انا عايز تباين، عشان الاجيال الناتجه تقدر انها تتواجه مع الظروف البيئيه، وفي نفس الوقت انا عايزه غزاره في الانتاج.
فيبدأ يجمع بين الاتنين. يبقى لو قلنا ليه تلجأ بعض الكائنات إلى تعاقب الأجيال؟ لكي تجمع بين مميزات التكاثرين، وهم مميزات التكاثر الجنسي، ولازم أحدد مميزات التكاثر الجنسي هو التباين الوراثي، مميزات التكاثر اللاجنسي هو غزارة أو وفرة الإيه؟ وفرة النسل. طيب هنتكلم عن مين بيقوم بظاهرة تعاقب الأجيال. إحنا معانا ناهد من أسيوط، وبعدين نبدأ نكمل الكلام أو الموضوع بتاعنا. ناهد، ازيك يا مستر؟ ازيك يا ناهد، أخبارك إيه؟ الحمد لله كويس. الأحياء كويسة معاكي؟ أنا كويسة. طب طمنيني، أنت متابعانا في المدرسة على الهوا؟ أيوة متابعاكم دايما عشان مش باخد درس. الحمد لله، يعني أنت معتمد على المدرسة على الهوا، ما بتاخديش درس؟ أيوة طبعا. طيب الحمد لله، المهم ان احنا بنبذل قصارى جهدنا عشان نوصل لكم المعلومة، وعشان ان شاء الله ربنا يكرمك يا رب. والله سهلت على الطلبة حاجات كتير. ربنا يخليك يا ناد، ربنا يوفقك يا رب، ونسمع عن ناهد انها تكون احلى دكتورة ان شاء الله. ان شاء الله. لو عندك عندي اسئلة ناهد اتفضلي. في الباب الاول، في الباب التاني. التاني؟ نعم اتفضلي يا ناهد. اختياري كل الهرمونات التالية تساهم في ظهور الصفات الجنسية. كل الهرمونات التالية، لحظة واحدة يا ناهد، تساهم في ظهور الصفات الجنسية الثانوية في ذكر الإنسان. الصفات الجنسية الثانوية في ذكر الإنسان ما عدا LH LH FSH FSH التستوستيرون التستوستيرون الاندروستيرون الاندروستيرون. تمام يا ناه، عندك اسئله تانية؟ واحد تاني. طب نجاوب على ده الاول، ولا عايزه تقولي اسئلتك وبعدين تسمعيني براحتك؟ اللي يريح حضرتك. قولي اسئلتك عشان لو الخط قطع تبقى قلتي اسئلتك. اتفضلي يا ناه. اي الهرمونات التاليه يؤثر على اي الهرمونات التاليه يؤثر على الحزام الحوضي في انثى الانسان الحامل. الحزام الحوضي في أنثى الإنسان الحامل. الكالستونين الكالسيتونين لاكسين الباراثرمون الباراثرمون جميع ما سبق جميع ما سبق. تمام، عندك أسئلة تانية يا ناهد؟ لا شكرا. خلاص؟ خلاص. طيب نسمع بقى أول إجابة يا ناهد. أنت قلت لنا كل الهرمونات التالية تساهم في ظهور صفات الجنسية الثانوية في ذكر الإنسان عدا. اختياراتنا كانت ال LH ال FSH التستوستيرون الأندروستيرون. الإجابة الصح طبعا هي ال FSH عدا ال FSH. ليه؟ طب ما تيجي نفسر. ال FSH كان بيعمل إيه؟ كان بيساعد على تكوين الأنبوبات المنوية وإنتاج الحيوانات المنوية، يبقى ملوش دعوة بظهور الصفات الجنسية الثانوية. لكن ال LH كان بيساعدنا على تكوين الخلايا البينية المسؤول عن إنتاج التستوستيرون والأندروستيرون، يبقى التلاتة دول مع بعض، يبقى الإجابة طبعا هي ال FSH يا ناهد. تمام؟ ناهد الخط اتقطع بس هي أكيد سامعاني. الهرمونات، أي الهرمونات التالية تؤثر على الحزام الحوضي في أنثى الإنسان الحامل؟ الكالسيتونين، الباراثرمون، الريلاكسين، جميع ما سبق، جميع ما سبق يا ناهد. ليه؟ كالسيتونين مع الباراثرمون الاثنين، وقلنا حالا الجزئيه دي بينظموا نسبه الكالسيوم في الدم. هتقولي لي بس هي خلاص يعني حزامها الحوضي اتكون او خلاص العظام متكونه، مين قال؟ ما هو المراه الحامل لو نقص عندها نسبه الكالسيوم في الدم بيحصل نفس القصه، لان الجنين بيبدا يسحب الكالسيوم اللي هيكون بيه عظامه من دمها، فطبعا هتحتاج انها تشرب كميه البان كتير، لان الجنين لازم هيكون عظامه، هيسحب من الدم بتاعها الكالسيوم. افترضنا ان هي ما بتشربش لبن او ما فيش كميه كالسيوم وافره بتوصل لجسمها، مالناش دعوه. اول ما الكالسيوم يقل في الدم يبدا الباراثرمون ما بيرحمش، يقوم ساحب من العظام بتاعتها علشان ينزله في الدم، والجنين ياخده ويرجع يسحب تاني الباراثرمون والجنين ياخده وهكذا. يبقى كالسيتونين والباراثرمون مكملين معايا، بل بالعكس ده كمان الطفل زي ما اتفقنا او الجنين بيسحب كالسيوم كتير، هما نشطين في المرحله دي. طب الريلاكسين معانا، ما احنا اتفقنا ان الريلاكسين بينتج من المشيمه وبينتج من الجسم الاصفر، يعني معانا معاكي ال 14 يوم بتوع مرحله التبويض، ولو حصل حمل معانا طول التسع شهور، يمكن بيزيد
اثناء الولاده بيزيد، لكن ده مش معناه هو مش موجود، لا ده موجود. مع الجزء الجديد اللي اتقال السنه دي الريلاكسين موجود طول ال9 شهور ايا كان من المشيمه او من الجسم الاصفر، لكن هيزيد معايا في المشيمه. يبقى اجابتنا نهت جميع ما سبق. نرجع نستكمل الجزئيه اللي كنا بنتكلم عنها، كنا بنتكلم عن تعاقب الاجيال، وقلنا ان احنا هناخد دورتين، هاخد دوره حياه البلازموديوم وده من الاوليات الجرثوميه. ليه قالوا عليها ده كائن اقل رقي جدا، ومع ذلك طالما هو اقل رقي وبيقدر في مرحله من حياته يتكاثر جنسي، وده غريب، وجنسي بامشاج. يعني لو نلاحظ ده الاسبيروجيرا مفروض ان هو اكثر منه رقي، وكان بيتكاثر جنسي بالاقتران بخلايا جسديه، يبقى الاقل اقتران ده او اقل رقي ده بيتكاثر بالامشاج. لكل قاعده شواذ. طب تعال نشوف ايه موضوع البلازموديوم ده. البلازموديوم ده اسم الطفيل، المرض بيسمى الملاريا. تعال نحكي بسرعه الحدوته بتاعته، ايه اللي بيحصل؟ البلازموديوم بيتطفل على، اقول تطفل امتى؟ في بعض الطلبه مش عارفه يعني ايه تطفل، وطبعا مش موجود في المنهج بتاعنا. تطفل لما يكون في كائن بيتغذى او بيعيش على عائل وكمان بيسبب له الضرر، لازم في الحاله دي اقول ده تطفل. يعني هو بيعيش جوه جسمك في الانسان او في البعوضه، هو تطفل عليا انا بالنسبه له العائل وهو الطفيل. طب انا قلت عليه طفيل ليه؟ لانه سبب لي مرض. خلي بالك ان في بعض انواع الكائنات الحيه ممكن تكون بتعيش في جسمك لكن مش بيسبب لنا مرض زي بعض انواع البكتيريا، دي تسمى طفيل؟ لا، ده ممكن تتسمى تبادل منفعه، اي حاجه ثانيه الا طفيل. امتى قلت طفيل؟ لما بدا ينشا عن وجوده جوايا ما امراض او سبب لاي نوع من انواع الضرر. يبقى انا فهمت يعني ايه كلمه تطفل. ليه بيعيش في الانسان والبعوضه او انثى البعوضه والذكر؟ الانثى في البعوضه اجزاء فمها ثاقبه ماصه، بينما الذكر اجزاء فمه لاعقه. يعني الذكر تلاقيه في الجناين بيلعق الرحيق، بينما الانثى تلاقيها في الاوضه بتدور على كائن تبدا تقصه او تمصه وترتشف الدم بتاعه، تثقبه وترتشف دمه. اصل اجزاء فمها ثاقبه ماصه، تثقب وترتشف الدم من الشخص. طيب يبقى انا فهمت ليه انثى. ايه اللي بيحصل؟ مين هينقل المرض؟ انثى بعوض الانوفلس. اذا لدغت انثى بعوض الانوفلس الحامله للمرض او المريضه شخص سليم، هيحصل ايه؟ خلي بالك في مشكله هتواجهها. لما تبدا تثقب جسمك وترتشف الدم اللي فيه، الدم بتاعك سائل احمر لزج، لما تيجي ترتشفه ممكن يسد القناه الفميه بتاعتها، دي تقيل مش قادره. طب تعمل ايه؟ تثقب جسمك الاول، وقبل ما ترتشف تسقط او تصب بعض لعابها في دمك. هي دي النقطه بقى، النقطه انها صبت اللعاب، واللعاب يحتوي على اطوار معديه تسمى السبوروزويتات. يبقى السبوروزويت، السبوروزويت ده الطول المعدي للانسان، يبقى اللي عداك، خلي بالك من الكلمه دي، اللي عدانا هو السبوروزويت. تمام، دخل سبوروزويت خلايا وحيده احاديه المجموعه الصبغيه، مخزلي مدببه من الطرفين، مخزليه الشكل، رايحه على فين يا سبوروزويت؟ انا رايحه على الكبد، هتقضي في الكبد فتره حضانه. الغرض من الخطوه دي ايه؟ غزاره الانتاج. غزاره الانتاج، انا عايزه ادي نسل وفير. اصل لو دخلت على كرات الدم الحمراء على طول هبدا اظهر اعراض المرض، هيكتشفوني، هتاخدوا ادويه او مضادات حيويه، هموت بسرعه. لا، انا عايزه غدد، انا عايزه ادخل بغزاره، يبقى تروح على الكبد الاول. هل في اي اعراض ظهرت على جسمك لو هي عندك في الكبد؟ لا. ليه؟ مع انها بتفجر خلايا كبد لكن مش هتظهر اعراض، اصل مفيش مواد سامه، وهرجع للجزئيه دي حالا. هتعمل ايه في الكبد؟ هتقعد في الكبد فتره حضانه، هتقضي فيها دورتين متتاليتين، والدوره هي دخولها خليه كبديه وتتكاثر جواها بالتقطع، تكون الميروزويتات، تدخل تاني عشان تتقطع تاني، تكون ميروزويتات تانية وتخرج. يعني دخلت وخرجت مرتين، عشان افهم يعني ايه دورتين. البعض متخيل انها بتنقسم مرتين، لا، بتدخل دورتين متتاليتين في فترة حضانة. دخلت خلية كبدية، هتكتها، خرجت ودخلت تاني، يبقى عملت دورتين متتاليتين، انتجت لي ايه؟ العديد من الميروزويتات. خلاص كده
عملت غزاره في الانتاج تروح الميروزبات وهيبقى بيضاويه الشكل، وهنشوف حالا فيديو بيشرح النقطه دي، تسبح في الدم الحمراء. ليه؟ هتبدا تهاجم كرات الدم الحمراء وتتكاثر داخلها لا جنسي بالتقطع، يعني برضو بالتقطع زي ما عملت في الكبد، الوسيلتين لا جنسي بالتقطع. هتعيش في كره الدم اللي هاجمتها، طبعا عندي كذا كذا ميروزويت هتهاجم كذا كره دم حمراء. المهم بدات الكره دي تبدا شكلها يختلف، هتبدا لما يتكون لي اعداد هائله من الميروزويتات هتبدا تتكسر تتحطم، وخلي بالك بقى تتحرر بعض المواد السامه المسببه ظهور اعراض المرض. هتحرر مواد سامه هتسبب لي ظهور اعراض المرض. يبقى امتى اعراض المرض ظهرت؟ اعراض المرض ظهرت لما تهتكت او تفتتت كره دم حمراء. نشوف معانا بسمه، بسمه من القاهره، وبعدين نكمل رحله بسمله. بسمله من القاهره وبعدين نكمل رحلتنا مع البلازموديوم. ايوه بسمله. ايوه ازيك؟ ازي حضرتك عامله ايه؟ الله يخليك الحمد لله انا بخير. المهم انتوا؟ الحمد لله كويس. والاحياء؟ الحمد لله كويسه. حاسه ان انت متمكنه من الماده كويس؟ يعني بصراحه لا، احنا حابين المنهج بتاعت بصراحه منهج كويس ومتابعين برضو. ما يعني انا دايما بقول ان منهج الاحياء بتاع الصف الثالث الثانوي من امتع المناهج في الاحياء في الصف الثالث. فعلا والله، وانا يعني بقيت اتابع حضرتك انا بشكركم جدا على التمرين. يعني انت متابعانا في مدرسه على الهوا دايما؟ انا بقيت اتابعكم الحمد لله. وبتاخدي دروس يا بسمله ولا لا؟ انا باخد درس، بس انا ما كنتش يعني انا كنتش اعرف بصراحه البرنامج، بس من ساعه ما عرفت من على اليوتيوب وكده وبقيت احاول ان انا اتابع حضرتك يعني بصراحه. طب كويس، ربنا يخليك يا رب، ونسمع عنك كل اخبار كويسه، وان شاء الله طب وصيدله والكليات الحلوه دي ان شاء الله يا رب، ويعني يكون الفضل راجع لحضرتك يعني. ربنا يخليكي، ربنا يخليكي، ده للقناه والقائمين عليها، وانا بالنسبه يعني بالنيابه عنك بقدم شكر لكل القائمين على القناه، لان بيبذلوا مجهود رهيب جدا عشان توصل الحلقه بالشكل اللي انتوا بتشوفوه ده. ان شاء الله يرجع في ميزان حسناتكم. الله يخليك يا بسمله. عندك اسئله؟ عندي سؤالين. اتنين بحالهم، ده ندخل على طمع يا بسمله. اتفضلي. اول سؤال بيقول ده اختياري، بيقول لي عدد الامشاج الذكريه. ده اختياري؟ عدد الامشاج الذكريه. الناتجه من الانقسام الميوزي. من الانقسام الميوزي لخمس خلايا أولية. هو بقى خمسة، هو الاختيارات خمسة ولا 10 ولا 15 ولا 10 ولا 15 ولا ايه؟ 20. تمام، اشوف سؤالك التاني وبعدين نجاوب. التاني خيطان من خيطان من الاسبيروغيرة. من الاسبيروغيرة. كل خيط مكون من 50 خلية. من 50 بحالهم؟ 50 خلية. حدث بينهما اقتران. سلمي. فكم يكون عدد الخيوط الجديدة؟ الناتجة بعد إتمام التكاثر. الناتجة بعد اتمام التكاثر. ماشي يا بسمة. ويعني يا ريت حضرتك بس توضحي لي السؤالين دول، ويعني تعرفونا بس يعني امتحانات اخر السنه ان شاء الله بتيجي بيبقى فيها الحاجات اللي هي المستويات العليا اللي بتبقى موجوده يعني بالنسبه للخيطين وبتاع، احنا مش في رياضه يعني، لا مش هتيجي بالشكل ده، مش هتيجي بالشكل ده، بس انا برضو هنحله واقول لك تحليها ازاي او تفكري فيها ازاي، مفيش مشاكل. خليكي معايا بس ما تقفليش السكه، خليكي معايا نفهم حاجه حاجه. انت قلتي عدد الامشاج الذكريه الناتجه من انقسام ميوزي لخمس خلايا اوليه، هو كل خليه اوليه، طبعا انت اكيد حافظه الترتيب، عندي خلايا جرثوميه اميه، عندي امهات المني، خلايا منويه اوليه بدات النضج وانقسم، كل خليه منويه اوليه هتنقسم لتعطي اربع خلايا اللي انا اسميها الطلائع، وكل خلايا تكون لي تتشكل وتكون لي حبه اللقاح. لو انا طبعا انت ما حددتيش، ممكن يكون حبه في لو قلنا حيوان منوي. كل خليه من خلايا المنويه الاوليه دي هتبدا تكون لك كل خليه اربعه، انقسام ميوزي، يبقى اربعه في خمسه ب 20. يبقى الاجابه بتاعتي هنا 20.
افرض انا شلت لك الذاكريه وقلت الانثويه، هيدي نفس العدد، لان كل خليه اوليه هتنقسم وتعطي بويضه واحده وثلاث اجسام قطبيه، لكن انت حددتي في سؤالك ذكريه، يبقى كل خليه تعطي اربع خلايا او اربع امشاج، 4 × 25 يبقى اجابتنا 20. لكن افترضنا لو قلنا انثويه هيكون نفس العدد. طب ليه قال لي خليه ناتجه من انقسام ميوزي لخلايا اوليه؟ ما ينفعش احسب من خلايا الجرثوميه الاميه في الامشاج في الذكر، ما اقدرش احسبها من جرثوميه اميه، لان انا عارفه ان في مرحله تضاعف بيحصل فيها عده انقسامات ميتوزيه ما اقدرش احددها. فدايما هيطلب مني يا اما من امهات المني يا اما من خلايا اوليه. يبقى 5 × 4 = 20. فهمت انا جبتها منين؟ تمام؟ طيب بصي السؤال اللي انت قلتيه الثاني. خيطين من الاسبيروجيره، كل خيط مكون من 50 خليه. يبقى خيطين قصاد بعض، ده انا هعمل اقتران سلمي، كل خيط فيه 50 خليه، حدث بينهما اقتران سلمي، على الفرض، وده طبعا ضرب من الخيال يعني، بس على الفرض ان كل خليتين متقابلتين هيحصل بينهم اقتران، يبقى كل اثنين هيكون لك زيجوت، كل اثنين زيجوت، كل اثنين زيجوت، يبقى هيكون لي كام؟ هيكون لي 50. 50 زيجوت عشان يبقوا زيجوسبور، والزيجوسبور ده 50 زيجوت بس فرضا. ال 50 زيجسبور عندما تتحسن الظروف كل نواه في خليه الزيجسبور ده هتنقسم وتعطيني اربع انويه تتحلل ثلاثه وتتبقى واحده عشان تكون خيط تحلوب جديد، يبقى هيكون لي خيط او 50 خيط من ال 50 خليه او من ال 50 زيجسبور. يبقى خيطين كل واحد 50، ما بين كل اتنين قصاد بعض حصل عندي اقتران اداني زيجوت، يبقى معايا 50 زيجوت، 50 زيجسبور. كل ما تتحسن الظروف او لما هتتحسن الظروف كل زيجوسبور هيكون لك خيط ايه؟ خيط تحلبي واحد. افرضي بقى ان هو قال لك ان في مثلا، عشان شفنا الهرتله دي في بعض الاسئله، ده خيط فيه 50 وخيط فيه 60، برضو ده ضرب من الخيال بس عشان ابقى قفلت عليكي النقط اللي ممكن تفكري فيه. ال 50 دول لو تكاثروا مع بعض السلمي وادوني 50 زيجوسبور خلاص خليهم على جنب. ال 10 بقى الباقيين من الخيط الطويل شويه مع الفرد برضو كل اتنين هيبداوا يتكاثروا، تكاثر ايه؟ سلمي جانبي، هيبدا يعمل اقتران جانبي، يبقى هيكون لك 5 لان انا معايا قلت 10، 5 كل اتنين بواحده ويضافيهم على ال 50 اللي احنا طلعناه يبقى 55. يبقى دي كل الاشكال اللي ممكن تيجي لك هنا. ماشي الحال؟ طيب شكرا يا استاذ. العفو، العفو يا بسمله، تأمرينا في اي وقت. كنا بنحكي القصة بتاعت أنثى بعط الأنوفيلس وإيه اللي حصل، وصلنا لغاية ما وصلت لكرات الدم الحمراء، هتعيش في كرة الدم الحمراء بالتقطع وتكون العديد من الميروزويتات، وكل يومين هتتهتك كرة دم حمراء عشان تحرر الميروزويتات، ولما تتهتك الكرة، ودي بقى النقطة اللي أنا عايزة أقف عندها، هتبدأ تخرج بعض المواد السامة أو تتحرر بعض المواد السامة اللي هتظهر لك أعراض المرض، اللي هي بقى ارتفاع درجة الحرارة والرعشة والعرق الغزير. يبقى امتى ظهرت الأعراض عند تهتك أو تفتت كرات الدم الحمراء؟ ما حصلش ده مع الخلايا الكبدية طبعا. طب كله هيحصل كده؟ لا، في بعض أنواع كرات الدم لما هتتحول لميروزويتات هتهاجم كرات دم حمراء أخرى وهكذا، وهنا بنقول إنه بيظهر الأعراض على هيئة نوبات، لأن مع كل تحرر هجمت خلايا تانية وهكذا. والبعض قد يتحول او يتحور الى اطوار مشيجيه، شكله يختلف ويبقى اطوار مشيجيه. يعني ايه اطوار مشيجيه؟ اطوار مشيجيه اصل هي فيما بعد هتبدا تتكاثر بقى تكاثر جنسي، هنقل على الخطوه الثانيه وهي التكاثر الجنسي. معانا صوره هنا توضح لنا شكل انثى الانوفيلس باجزاء فمها الثاقبه الماصه، يبقى دي انثى الانوفيلس باجزاء الفم بتاعتها. نكمل بقيه اجزائنا. كنا بنقول ان الاسبروزويت هيروح للكبد، هيقضي فيه فتره حضانه، هيقعد فيها دورتين متتاليتين من التكاثر اللاجنسي بالتقطع عشان ينتج الميروزويتات، وبعد كده هتبدا تهاجم كرات دم حمراء، هتقعد تحس ان كل اللي في الانسان لاجنسي وبالتقطع لانتاج العديد من الميروزويتات اللي بتبدا تتحرر باعداد هائله كل يومين. عشان كده هنا يجيني سؤال يقول لي ايه؟ ليه الاعراض بتظهر كل يومين؟ ده شكل الميروزويتات اللي هتتحرر من كرات الدم الحمراء. بعد ما تتفتت خرجت المواد السامه بدا يظهر اعراض المرض اللي هو ارتفاع في الحراره، الرعشه، العرق الغزير. طيب وبعدين؟ ده شكل كره دم حمراء تفتتت نتيجه العدوى او نتيجه الاصابه. تمام. بعد كده
بعض الميريزويتات بتتحول لأطوار مشيجية قوة كرات الدم الحمراء جواها ما خرجتش منها، خلي بالك. علشان لو افترضنا جت بعوضة أخرى سليمة ولدغتك بقى أو لدغت الشخص المريض، هتبدأ تنتقل بعض الأطوار المشيجية إلى معدتها ويبدأ يحصل اندماج الأمشاج. إذن ما هو الطور المعدي في أو للبعوضة أو الأنثى بعوضة الأنوفيلس؟ الطور المعدي للأنثى هو طبعا الطور المعدي هو إحنا اتفقنا الأطوار المشيجية. هنبدأ نشوف مع بعض فيديو يوضح لي القصة اللي بتحصل هنا. تعال بص معايا على الفيديو، هنبدأ نتكلم عن دورة الحياة اللي بتحصل للبعوضة في جسم الإنسان. لي ايه اللي بيحصل؟ فيديو سريع هتكلم عن الدورة اللي بتحصل في جسم الإنسان فقط. ايه اللي حصل؟ ادي البعوضة، خلي بالك البعوضة هتبدأ تلدغ جسم الإنسان السليم، أجزائها ثاقبة ماصة، هتبدأ تصب فيه اللعاب بتاعها وهو ده اللي بيسبب العدوى، واللعاب ده بيحتوي على الاسبوروزويتات، هيبدأ يدخل لك على الأجزاء الفم بتاعتها. طبعا دي الشعيرات الدموية اللي موجودة تحت الجلد. عشان تبدأ تصب اللعاب بتاعها هنلاحظ دلوقتي اللعاب ونازل معاه الحاجات الخضرة دي اللي هي الاسبوروزويتات، مش هقولين عليها اهو. الطور المعدي للإنسان هو الاسبوروزويت، وبعدين هتمشي مع الدم رايحه على فين؟ رايحه على الخليه الكبديه، طبعا الكبد، هتروح على الكبد عشان تقضي فيه فتره حضانه دورتين متتاليتين جوه الخلايا الكبديه اهي. هتتكاثر داخلها لا جنسي بوسيله اسمها التقطع، هو ماشي مع الاسبوروزويت داخل الخلايا، هنقضي فترة حضانة فيها، هتعمل فيها دورتين متتاليتين من التكاثر اللاجنسي بالتقطع، وطبعا هتبدأ تخرج منها الميروزويت أو مرحلة تانية أو طور تاني اسمه الميروزويت. طبعا ده بيوضح لك الشكل اللي بدأ يحصل فيها تكاثرها بالتقطع، بتزيد اهي الجزء الأخضر ده عمالة بتزيد بتزيد في العدد، هتبدأ تنفجر اهو عشان تخرج وتبدأ تروح لمنطقة تانية. يبقى الغرض من وجودها في الكبد ان انا عايزة غزارة في الانتاج، عشان كده ما راحتش على طول على كرات الدم الحمراء، ده راحت اتحضنت في الكبد، وبعد كده هتخرج من الخلية الكبدية علشان تروح على كرات الدم الحمراء وتبدأ برضو لا جنسي بالتقطع. رحنا اهو لكرات الدم الحمراء، خلي بالك كله بيكون لا جنسي بالتقطع في جسم الانسان. وجوه كرة الدم الحمراء بقى هتبدأ اهي تهاجم كرة معينة اهي. طبعا شكل كرات الدم الحمراء احنا عارفينها حمراء دائرية قرصية مقعرة الوجهين، بدأت تخترقها اهو، هتبدأ تتكاثر جواها، وكل يومين هتتهتك كرة الدم الحمراء مسببة ظهور اعراض المرضية. بص شكل كرة الدم الحمراء بيحصل له ايه، بتختلف شكلها اهي، كرة دم حمراء مصابة. طبعا شوف كم كرة دم حمراء بقى ممكن تصاب في المرحلة اللي زي كده، ماشية مع مجرى الدم اهو، دي الكرة اللي هتتفتت حالا، تتفتت عشان تظهر اعراض المرض نتيجة تحرر المواد السامة، انفجرت اهي، عشان تصيب كرات دم حمراء اخرى. لكن البعض هيبدأ يتحول الى الاطوار المشيجية، والأطوار المشيجية هتيجي البعوضة ترتشف دمك، انت تنقل للأطوار المشيجية. يعني ركز قوي ان الطور المعدي للإنسان كان الاسبوروزويت، بس الطور المعدي للبعوضة، طبعا دي كده الدورة اللي احنا شفناها في الإنسان، الطور المعدي للإنسان هو الاسبوروزويت، لكن انت هتعديها عن طريق الطور الأطوار المشيجية، بنتبادل الأدوار، هي عادتك بالاسبوروزويت وانت هتعديها بالأطوار المشيجية. سؤال يفرض نفسه، ليه ما حصلش تكاثر جنسي في جسم الانسان من عندي اهو امشاج؟ ما احنا اتفقنا بعض كرات الدم الحمراء هتتحور الميريزودات فيها وتكون اطوار مشيجيه، ليه لم يتم التكاثر الجنسي في جسم الانسان؟ لعده اسباب او لسببين. اولا الاطوار المشيجيه دي لم تنضج بعد، لم تنضج بعد، دي الاطوار المشيجيه. ثانيا
كل نوع من انواع الاطوار المشيجيه محبوس جوه كره الدم الحمراء، مفيش اختلاط بين المشيجين. ده في كره دم حمراء فيها طور مشيجي مذكر، وفي كره دم حمراء فيها طور مشيجي مؤنث. اذا الاثنين بعاد عن بعض، ده بخلاف ان كمان لم تنضج بعد. تيجي الانثى سليمه ترتشف دمك انت مريض، نقلت لها اطوار مشيجيه وده الطور المعدي، اطوار مشيجيه جوه معدتها، انزيماتها الهاضمه اللي موجوده في المعده بتاعتها هتبدا تهتك الجدار، بتكون الانشاج او الاطوار المشيجيه نضجت، يحدث الاتحاد بين الاثنين ويتكون الزيجوت بقى 2 نون. كل اللي فات ده كان احادي المجموعه الصبغيه نون، اتكون الزيجوت 2 نون. محبوس فين الزيجوت دلوقتي؟ جوه المعده. طب هو عاوز يطلع بره المعده يعمل ايه؟ يتحول الى طور حركي، يتحول الى طور حركي. هدفه ايه؟ علشان يقدر يخترق جدار المعده. خلاص الطور الحركي اخترق جدار المعده، وعلى فكره ده بيسبب لها مشاكل. المعده بتاعتها من كتر الاطوار اللي ممكن تكون تكونت داخلها هيعمل ثقوب في جدار المعده، اذا هي متضرره برضو. يبقى اتحرك او تحول لطور حركي، اخترق الجدار وطلع بره. على الجدار خلي بالك الطور الحركي ثنائي المجموعه الصبغيه. طب وبعدين؟ عايز ارجع نون، لازم ارجع احادي المجموعه الصبغيه، تم التكاثر الجنسي شكرا، بس ارجع نون عشان الاسبوروزويت نون واعمل غزاره في الانتاج. يبدا الطور الحركي ينقسم من انقسام ميوزي مكونا قيس البيض، رجع نون. يبقى هدفي هنا ايه من الانقسام ده؟ ان انا عايزه ارجع المجموعه الصبغيه نون تاني، لان الطور المعدي الاسبوروزويت نون، والنون الاسبوروزويت او الكيس بقى كيس البيض اللي بقى نون، يبدا يتكاثر تكاثر لا جنسي بالجراثيم. طبعا قلنا جراثيم لان انا عندي جدار سميك وفي خلايا رقيقه جوه، والخلايا دي طبعا هو تكاثر بالجراثيم، الخلايا دي هطلق عليها الاسبوروزويتات نون، تتجه الى الغدد اللعابيه، تستقر في الغده اللعابيه، علشان الوعوضه دي لو قدرت انها توصل لانسان سليم تصب داخله اللعاب بتاعها وتعيد دوره الحياه تاني. مين فينا المتضرر؟ كلانا متضرر. انت تضررت كانسان لان الميروزويت هيكسر كرات دمك الحمراء، وهي تضررت برضو لان الطور الحركي هتك الجدار المعده بتاعتها وسبب لها الاصابه، كلانا عيط تاني او كلانا نقل العدوى للاخر. طيب تعالى نشوف فيديو صغير يوضح لي الجزئيه دي. طبعا احنا اتفقنا نواه كيس البيض هتنقسم ميتوزي، فما يعرف بالتكاثر بالجراثيم، وتنتج العديد من الاسبوروزويت اللي هتتحرر وتروح للغدد اللعابيه للبعوضه عشان تصيب انسان اخر. طيب نشوف فيديو بسيط يوضح الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه. ايه اللي حصل؟ انا عايزه اعكس بقى المره دي، هتكلم عن دورتها في داخل جسم الانسان، اسفه، في داخل جسم البعوضه. ايه اللي حصل؟ دخل جوه جسمها كرات دم حمراء، طبعا دي الشكل بتاع انثى الانوفلس. دخل جوه جسمها كرات دم حمراء، بعض كرات الدم فيها امشاج مذكره والبعض فيه امشاج مؤنث. هيبدا يفتح لك الجدار او يوري لك شكل المعده ايه. المعده بتاعت انثى الانوفلس طبعا اللون الاحمر ده بيرجع الى كرات الدم الحمراء اللي هي ارتشفتها من، هتبدا كرات الدم الحمراء اللي فيها الاطوار المشيجيه، لو طبعا لدغت شخص مصاب هنبدا ندخل على كرات الدم الحمراء ونجيب كره مصابه. هنقول ان في بعض انواع كرات الدم فيها امشاج مذكره وفي كرات دم اخرى فيها امشاج مؤنثه. هنبدا نشوف ايه اللي هيحصل. هيبدا طبعا الامشاج المذكره او الاطوار المشيجيه، عشان اتكلمنا الكلام بتاعنا يكون ادق، الاطوار المشيجيه هتبدا تتحول وتديني الشكل اللي احنا بنقوله. بدات اطوار حركيه اهو، عندي طور، عندي طبعا دي امشاج المذكره والامشاج المؤنثه. هيبدا يحصل الامشاج المذكره هتبدا تتغير شكلها عشان تديك، او الاطوار المشيجيه المذكره هتغير شكلها عشان تكون لك الميل وفيميل اهوت ذكر وانثى. هيبدا يتحول بقى علشان يديلك وسيله الحركه او عشان يقدر يتحرك. اتهتكت جدار كره الدم الحمراء، طبعا امشاج مذكره اللي هي عندها وسيله حركه، هيبدا مشيج مذكر ينتقل ليها اهو زي ما انت شايف الحركه بتاعه المشيج المذكر، علشان يبدا يحصل بينهم الاتحاد ويتكون الزيجوت. تمام، هيكون معايا الزيجوت، وبعد كده
الزيجوت هيتحول إلى التور، هيخترق الجدار للمعدة بتاعتها، هيبان لك قوي شكل التور الحركي وهو بيخترق الجدار بتاع المعدة معايا اهو، شايف اتغير شكله بقى تور حركي، بيحاول يلاقي نفسه مكان في جدار المعدة يكون رقيق الجدار شوية عشان يقدر يثقب ويطلع منه. هيبان لك بقى شكله وهو خارج اهو، ده من جوه طبعا الجدار رقيق، هيبدأ يخرج، هيخرج من جدار المعدة التور الحركي. يبقى علل ليه الزيجوت بتحول الى تور حركي حتى يخترق جدار المعدة، واضح هو خرج وعلى الجدار هيبدأ ينقسم انقسام ميوزي مكونا قيس البيض، ونرجع تاني نون أحادي المجموعة الصبغية ويبدأ يتجرثم وهكذا، يبقى تعاقب في دورة حياتها جيلين، جيل تكاثر تكاثرا جنسيا وجيل أو أكثر تكاثر تكاثرا لا جنسي. خلي بالك التكاثر اللا جنسي تم في الإنسان بالتقطع، واللي حصل في البعوضة حصل تكاثر جنسي داخل المعدة وحصل تكاثر لا جنسي برضو علشان تكون كيس البيض وتنتني عدد كبير، وعشان كمان تكون لك الجراثيم او التكاثر اللا جنسي بالجراثيم. يعني في جسم الانسان كان بالتقطع لا جنسي فقط، لكن حصل تكاثر جنسي في البعوضه وبرده تكاثر لا جنسي. وبكده نكون ختمنا دوره حياه البلازموديوم. الحلقه القادمه ان شاء الله نستكمل بدايات النباتات الزهرية. قضينا معاكم وقت لطيف، مبسوطين جدا باتصالاتكم والتفاعل اللي بيننا وبينكم. يا رب نكون استمتعنا مع بعض بالحلقة، مع وعد بحلقات أخرى ونتقابل مرة أخرى. وشكر للقناة وشكر لكل التلفونات اللي كانت معانا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.